للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الدكتور عبد العزيز أبو العضو مجلس الشورى. أهلا بك دكتور عبد العزيز، نشكرك على قبول الدعوة. ما هي الأهمية والخصوصية التي يكتسبها اليوم الدولي للعمل البرلماني خصوصا بالنسبة لأعضاء السلطة التشريعية؟ فعلا تسمح لي في البداية أن أشكركم على هذه الاستضافة، وأنا أتشرف أيضا بأن أرفع المقام السامي لسيد البلاد جلالة الملك المفدى وإلى مقام صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسماء التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة، والتي فعلا أسس فيها جلالة الملك مسيرة تصب في نفس الاتجاه الذي يسير فيه العالم. الأهمية الحقيقة لهذا اليوم أن البحرين، يعني من جانب أول، أن البحرين هي جزء من تطور العالمي، وهي جزء في الخليج وفي الوطن العربي نموذج للعمل البرلماني الذي يؤسس للاستقرار السياسي ويؤسس لصوت المواطن الذي يصل للمسؤولين من خلال عمل برلماني قويم، عمل سلمي، عمل سياسي واعي. وبالتالي اليوم احنا نسير بنفس الخطوات التي تسير فيها كل الدول الديمقراطية والدول المتقدمة نحو إرساء تقاليد راقية فيما يتعلق بدور الناخب ودور المواطن في الوصول للجهات المسؤولة والمسؤولين من خلال القناة البرلمانية. لذلك يعني الاحتفال باليوم العالمي للعمل البرلماني هو جزء أيضا أصبح جزء من تاريخنا وجزء من ارتباطنا بالعالم ككل. وفي هذا الحقيقة الواحد يود يعني أود أن أشيد وأن يعني أرفع بالغ الشكر والتقدير للمقام السامي لجلالة الملك المفدى على إرساء هذه المسيرة والبدء بها منذ أن تولى جلالة سدة الحكم، وأيضا الآن بمؤازرة صاحب السمو الملكي رئيس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يحرص على تعزيز العلاقة بين الحكومة أو السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية للسير في نفس الاتجاه الذي يسير فيه كل العالم. يعني أهمية العمل البرلماني ليست فقط اليوم، وإنما هو اليوم هو الاحتفال بهذا لأنه كان تأسيس لتاريخ الاتحاد البرلماني الدولي، لكن المناسبة الأساسية هي أن يكرس أسلوب عمل ديمقراطي وأسلوب عمل راقي تحرص كل الدول على أن تستمع لرأي المواطنين، تعالج هذا الموضوع الآراء ضمن أو المصالح ضمن بوتقة وضمن آلية برلمانية يؤخذ فيها الرأي والرأي الآخر ويتم العمل فيها بديمقراطية تحقق رأي الأغلبية وتسمع رأي الأقلية. العمل البرلماني الحقيقة عمل قويم يعتمد على المراكمة وعلى التعلم من التجارب ودائما مواكبة التطورات في العالم ككل. أنا أعتقد أن احنا بقيادة جلالة الملك المفدى وضعنا جلالة الملك الله يديم عزه في المسار الصحيح ليتوافق مع العالم كله ويتوافق مع أفضل الممارسات الديمقراطية في احترام حقوق المواطنين والاستجابة لآرائهم وأصواتهم، وأيضا الحرص على الاستقرار، لأن المواطن يرجع للشارع، يرجع للنائبة ليعبر عن رأيه في المجلس، مجلس النواب أو مجلس الشورى، ويتم تداوله مع السلطة التنفيذية ويصل القرار لأعلى المستويات ويتم معالجته بأفضل الطرق وأسلمها للمواطنين وللبلد وأيضا لمستقبل المنطقة ككل. نعم سعادة الدكتور عبد العزيز أبو العضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.